طبابة مع عبد الله العامري. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبابة، تأتيكم عبر إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية من استديو الإذاعة بالريتسي مول. حكون معكم أنا عبدالله العامري يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة إلى الثانية ظهرا، وتقدروا تسمعونا على مختلف ترددات الإذاعة في المملكة أو عن طريق تحميل تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور وجوجل بلاي. موضوع حلقتنا اليوم وش هو التصلب اللويحي. طبعا بداية يعني خصصت وزارة الصحة يوم 30 من مايو اللي هو يوافق غدا للاحتفال باليوم العالمي بالتصلب اللويحي المتعدد، وطبعا الهدف من هذا الاحتفال هو توعية المصابين عن كيفية التصدي للحواجز الاجتماعية ووصمة العار اللي ممكن أنها تخلي الواحد يشعر بالوحدة والعزلة، وأيضا يهدف إلى دعم ورعاية الأشخاص المصابين بالتصلب اللويحي، وأيضا تعزيز الرعاية الذاتية والحياة الصحية مع المرض عند الأشخاص المصابين. فإن شاء الله حنفصل في حلقة اليوم عن هذا المرض من كل النواحي، ونستقبل أيضا أسئلتكم وأراكم على رقم الواتساب 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-01-2. رحب ضيوف حلقتنا لليوم، بداية مع دكتورة منال عبد الرزاق بدوي، استشارية أمراض المخ والأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة. حياك الله دكتورة منال. شكرا جزيلا يا عبد الله للمقدمة وللاستضافة. العفو، احنا سعد. يعني طبعا هذه من الأمراض اللي ممكن من النادر ان الواحد يكون على اطلاع فيها، او ان يعني ممكن يصادفها ويعرفها، بحكم ان يعني ممكن نسبة الإصابة ما تكون كثيرة، يعني زي مثلا الأمراض المزمنة زي السكر وغيرها. فان شاء الله يعني في هذه الحلقة بصحبتك ان شاء الله وبصحبة ضيوفنا حنناقش بشكل موسع بإذن الله. بداية دكتورة منال مع هذا المرض، فوش التصلب اللويحي؟ طيب نبدأ من البدايات تماما. التصلب اللويحي هو مرض يصيب المخ والأعصاب. هو مرض مناعي، بمعنى أنه الجسم يكون أجسام مضادة ضد مناطق معينة في الدماغ تؤدي إلى ظهور الأعراض دي. هو مرض مزمن شبيه بأمراض مثلا السكر أو الضغط أو الأمراض الأخرى، بمعنى أنه يكون مرافق للمريض ويحتاج أدوية على الأغلب لفترات مطولة. نعم. هذه كده صورة مبدئية عن التصلب اللويحي. نعم، لكن سبب التسمية ممكن هو يكون في نوع من الغرابة، يعني في أمراض يكون سبب التسمية مرتبط بنسبة للمرض أو نسبة لفيروس معين، لكن التصلب اللويحي هو السبب بيكون تسميتها ليش كده؟ صح، التسمية قد تبدو مخيفة للجميع. فأنا حب أشرح من فين جات التسمية الغريبة إلى حد ما. فكرة التصلب اللويحي تحتاج نعرف تشريحيا الأعصاب كيف شكلها. فشكل الخلية العصبية هي خلية لها أضلاع ولها زي ذيل طويل. إحنا نشبهها بأسلاك الكهرباء اللي تكون مغلفة بعازل. فعارف مثلا أي سلك عندك مغلف بعازل، العازل ده ضروري لتوصيل الـ يعني الإشارة الكهربائية بشكل واضح وسريع. نفس الشيء ينطبق على الخلية العصبية. فالخلايا العصبية تنقل الأوامر العصبية من الدماغ عبر الحبل الشوكي إلى ما توصل للعضلات. اللي يحصل في مرض التصلب اللويحي بسبب الأجسام المضادة اللي الجسم بيكونها يهاجم الغلاف المحيط بالخلية العصبية نفسها. الغلاف ده اسمه مايلين أو بالعربي نخاعين. لما الغلاف هذا يهاجم ويتأذى شكله، يتحول من غلاف شكله مرن إلى زي نسميها اللويحات، فهو يتصلب ويعني يحصل تغيير في شكله. يعني هو زي ما نقول شيء يعلق في السيلات العصبية مثلا، يأثر على وظيفتها تقريبا. فهو الغلاف اللي حوالين الخلية العصبية يتغير شكله، يتصلب يعني يصير جامد أكتر. اللويحي لأنه التصلب ده يظهر على شكل زي لويحات صغيرة.
فعشان كده جت كلمة التصلب اللويحي اللي هي ترمز للتغييرات اللي تحصل في الخلية العصبية بسبب المرض. نعم. في تسمية أخرى له اللي هو التصلب المتعدد، كلمة المتعدد ترمز لأنه الإصابة قد تكون في الدماغ أو في الحبل الشوكي أو في الأعصاب البصرية، فتصيب أكثر من منطقة. نعم. في الجهاز العصبي. أنت ذكرت دكتورة أن الجسم هو اللي ينشئ هذه زي ما نقول الجسيمات أو غيرها، يعني ما يكون في شيء مكتسب من الخارج، هل هذا يلعب يعني في أو نقول أن الجانب الوراثي يلعب دور في تكون هذه مثلا الروابط أو إلى آخره؟ نعم، هو إلى الآن يعني لو قلنا إيش السبب المسبب المباشر للتصلب اللويحي، عادة في كتب الطب بيكتبوا لك النون غير معروف، لكن لقوا روابط بيئية وروابط جينية وروابط أخرى كمان لقوها مع أمور أخرى. من الأشياء الواضحة لنا تماما أنه التصلب اللويحي يصيب السيدات أكثر من الرجال، النسبة 3-1 تقريبا. فمعناته إيش في شيء تشريحي في جسم السيدات اللي يؤدي إلى إصابتهم للمرض أكثر من الرجال؟ هذه واحدة من العوامل اللي تحت الدراسة. رقم 2، من الأمور الواضحة لنا أيضا نسبة مرضى التصلب اللويحي في أماكن محددة في العالم أكثر من أماكن أخرى. يعني إحنا نعرف إنه الأماكن الشمالية جدا، بمعنى شمال أوروبا، شمال أمريكا أو كندا، والأماكن الجنوبية جدا زي مثلا نيوزيلند أو بعض الأماكن في أستراليا، نسبة الإصابة بالتصلب اللويحي أعلى من بعض الدول الآسيوية والأفريقية. هذا يعني يدل على أن ممكن الطقس وعوامل الظروف المناخية ممكن تكون لها دور. قد يكون. مع أن يعني على حسب علمي أن المصابين بالتصلب اللويحي يعني يكونوا ما يحبون الحرارة. صحيح. فيكون هذا شيء زي ما نقول عدو لهم. صحيح. فإذا بنتكلم أنه هي في الجزء الشمالي، الجزء الشمالي يعني تقريبا ممكن تكون الأجواء عندهم طيبة. صحيح. فيعني إيش الرابط؟ المشكلة عندهم الغيوم والتعرض لأشعة الشمس وفيتامين دي. فطبعا لما لاحظوا الملاحظة دي إنه في أماكن جغرافية معينة نسبة التصلب اللويحي طاغية عن أماكن أخرى في العالم، فبدأوا يحاولوا يشوفوا هل لها علاقة بفيتامين دي أو لا. فمن ضمن الأسباب اللي هي ما في سبب مباشر لكنها عوامل قد تؤدي إلى الإصابة بالتصلب اللويحي، واحد منها نقص فيتامين دال، وقد يكون من العوامل المفسرة أنه ليه أماكن معينة في العالم معرضة أكثر من غيرها. وقد يكون أن عامل الجيني أيضا له دور، يعني الأوروبيين مثلا أو الأمريكيين معرضين أكثر من الشعوب الأفريقية والشعوب الآسيوية. يعني لو نقول مثلا من العامل الجيني اللي هو الوراثي، يعني هل لو في أحد أصيب من العائلة، هل هذا احتمال أن مثلا لا تزوج أو شيء، أن يكون الولد لا سمح الله يكون حامل أو معرض للإصابة بشكل أكبر؟ يعني هو مو زي الأمراض الوراثية اللي نقول مثلا أمراض اللي هي تصيب جميع أفراد الأسرة بالضرورة بعيد الشر. التصلب اللويحي مختلف في دي ناحية، معظم مرضانا مرضى التصلب اللويحي ما عندهم شخص آخر في العائلة عنده تصلب لويحي، وهذا شيء مطمئن. بالعكس، إحنا دائما نشجع مرضانا ونحاول نساعدهم إنه يعيشوا حياتهم بنمط طبيعي قدر الإمكان. في المقابل النسبة تزيد إلى حد ما، مثلا إذا في شخص عنده تصلب لويحي، إذا عنده توأم مثلا، فتوأمه كمان معرض للإصابة أكثر من عموم المجتمع، لكن ما هي نسبة طاغية. معظم المرضى اللي بنشوفهم ليس لديهم تاريخ أسري، لكن وجود شخص مصاب في الأسرة، أب أو أم أو أخ أو أخت، قد يزيد الإصابة بنسبة طفيفة. نعم، نكمل إن شاء الله معك دكتورة لكن بعد الفاصل. فاصل المستمعين الكرام، ولا تزال فضيفتنا دكتورة منال عبد الرزاق بدوي، استشارية أمراض المخ والأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. وأيضا إذا كان عندكم أي استفسارات أو أسئلة شاركونا هي على رقم الواتساب 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-01-2. فاصل وراجي. حياكم الله مستمعين الكرام، وعدنا مجددا بعد الفاصل، ولازلنا مستمرين في عنوان حلقتنا لليوم، وش هو التصلب اللويحي. وأيضا نستقبل أسئلتكم وأراكم على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-01-2. أرحب مجددا بضيوف حلقتنا لليوم، بداية معك دكتورة منال عبد الرزاق بدوي، استشارية أمراض المخ والأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة. حياك الله دكتورة منال. أهلا وسهلا. الآن قبل الفاصل تكلمنا يعني بشكل
موسع عن سبب التسمية وأيضا سبب نشوء هذا المرض وإن كيف بيأثر على الشخص بشكل عام وأيضا من الأشخاص أو الفئات المعرضة بشكل أكبر. ومثل ما ذكرتي يعني نسبة الإصابة 3-1 بالنسبة للسيدات وهم يعني الفئة الأبرز، لكن أيضا ممكن الرجال يكون معرضين في نسب معينة. الآن في جانب أنواع التصلب الوحي، يعني في ناس ممكن تحسب أنه مرض واحد أو جزئية واحدة، يعني مثل السكري في نوعين، لكن في التصلب الويحي في عدة أنواع. فوش هي أنواع التصلب الويحي وإيش الاختلافات فيما بينها؟ نعم، اللي أحب أوضحه كمان للجميع أن التصلب الويحي هي تسمية واحدة، لكن هو الحقيقة كأنه كل جسم كل مريض مختلف. يعني كأنه كل مريض مرضه منفصل عن الآخر، نمط الأعراض، تطور المرض حتى. فبشكل عام حتى لما المرضى يسألوني طب إيش حيصير فيه، هل حيصير مثلا زي جارتي اللي بتعاني، فأنا أقول لهم ما في قاعدة تنطبق على الجميع. شفنا مرضى من يوم الإصابة لسنين طويلة جدا وفضلت أمورهم ممتازة للغاية ولله الحمد، وحنتكلم لاحقا كيف نوصل للنتيجة الممتازة بإذن الله. فمبدئيا التصلب الوحي كأنه مجموعة من الأمراض تحت مسمى واحد، لكن كل مريض وضعه مختلف تماما. بشكل عام الأنواع الشائعة أكثر نوع المرضى بيعانوا منه بالإنجليش اسمه relapsing remitting، بالعربي اللي هو الانتكاسي، بمعنى المريض يكون في سلام وأمان وفجأة ممكن يظهر عرض جديد. العرض الجديد ده عادة يستمر أكثر من 24 ساعة، قد يزول خلال أيام، قد يزول خلال أسابيع، قد يزول من تلقاء نفسه، وقد يحتاج إلى مثلا كورتيزون زي ما نقول اللي هو الهجمات. الهجمات صحيح. فالمريض بين الهجمات يكون وضعه مستقر، لكن لما تيجي الهجمة تيجي بأعراض جديدة، ولو أنه أحيانا بين الهجمات في أعراض تكون موجودة عند المرضى ليست هجمة لكنها موجودة بين الهجمات، التعب مثلا أو الإرهاق، آلام مثلا في الجسم، فهذا وارد يكون موجود وكله قابل للعلاج بإذن الله. لكن الهجمة تكون عرض جديد ظهر على المريض وعادة يزول ويتحسن بإذن الله بنسب مختلفة، يعني في ناس تتحسن 100%، في ناس 95%، 90%، يعني يتراوح من مريض إلى آخر. فهذا النوع الأكثر شيوعا اللي هو الريلابسينج ريميتينج اللي هو الانتكاسي. في نوع آخر اللي هو المتقدم، بمعنى قد يبدأ المريض بالنوع اللي هو الانتكاسي اللي تيجي هجمة وتروح، والمريض يكون بين الهجمات وضع مستقر. بعد سنوات مثلا 15 سنة أو 20 سنة من المرض يبدأ يلاحظ المريض أنه ما في هجمة واضحة اللي بدأت في يوم واحد. يكون في تفاوت في المدة ما بين الهجمة الأولى والثانية ولا؟ اللي بيحصل أنه بيلاقي المريض أنه أعراضه قد تكون ساءت تدريجيا ببطء شديد على مدة طويلة. يعني مثلا في الهجمة يقول للمريض مثلا أنا يوم الأحد صحيت من النوم لقيت نفسي مثلا بأعراض جديدة، فهذا اللي هو الهجمة الواضحة. النوع المتقدم الثانوي لا، يبدأ المريض بيقول أنا ملاحظ أنه أنا مشي أصعب مثلا لي عدة أسابيع، فهو يكون في تقدم بطيء من غير هجمة واضحة. بعض مرضى زي ما نقول تطور بشكل تدريجي. بالضبط بالضبط صحيح، من غير وجود الهجمة الواضحة. النوع المتقدم ده حتى في نوعين، في نوع يكون متقدم وتظهر أحيانا هجمات واضحة بالإضافة للتقدم البطيء ده. وفي نوع آخر لا، يبدأ من البداية نوع متقدم أولي، بمعنى المريض يجينا بيقول مثلا أنا غير قادر على المشي بوضوح لي مثلا أسابيع أو أشهر، ما يقدر يقول لنا اليوم اللي بدأت فيه الأعراض، صعب الحقيقة، بس بيقول أنا ملاحظ أنه أنا مثلا مع مرور الأسابيع أو الأشهر مشي بيصير أصعب. فهو بشكل عام في النوع الانتكاسي، في النوع المتقدم الثانوي اللي يبدأ انتكاسي ويتحول إلى تقدم بطيء، وفي نوع المتقدم الأولي يبدأ المريض من أول يوم في المرض وهو في بطء شديد في الأعراض من غير هجمة واضحة. في أنواع أخرى الآن مسميات جديدة ظهرت اللي هو clinically isolated syndrome، مثلا يجي له مريض عنده هجمة واحدة فقط ولا تعود مرة أخرى، فهذا برضو من الأشياء اللي تعتبر جديدة نسبيا في عالم التصلب الويحي. في شيء تاني اسمه radiological isolated syndrome، يعني الشخص عنده الرنين المغناطيسي اللي يشبه التصلب الويحي لكن المريض ما عنده أعراض بالمرة، عارف. ففي الأنواع الثلاثة الشائعة معروفة، وفي أنواع أخرى يا إنه عنده هجمة واحدة ولا تعود أبدا، أو إنه رنين مغناطيسي يوحي بتصلب الويحي لكن المريض ما عنده أعراض. فكل واحدة من دي الأنواع لها طريقة مختلفة في تناول التشخيص والعلاج. يعني الآن هل نقدر نقول دكتورة إن المريض ممكن يتدرج في هذه
في تصنيف هذا المرض؟ يعني مثلا يبداها في بداية مثل ما ذكرتي له تصلب عصبي متعدد انتكاسي وينتقل إلى متقدم، يعني ممكن تكون الحالة تتفاوت ما بين هذه الأنواع. صحيح، فهو ليس كل مريض انتكاسي حيتحول إلى متقدم أو إلى هو اللي يتطور ببطء، لكن البعض منهم. نعم، يعني بس إذا بنيجي في جانب الاختلافات الأبرز، هل في اختلف يعني الآن إحنا نفصل إن شاء الله في جانب الأعراض، لكن وش أبرز عرض من كل نوع؟ الأعراض الحقيقة تكون متماثلة، هو اللي يفرق كيف بدأت وكيف تطورت، لكن بشكل عام الأعراض عادة متماثلة. نعم، طيب الآن في جانب الأعراض أو قبل ما ندخل في الأعراض، الواحد كيف يقدر يكتشف إن أو متى أنتم ممكن تكتشفون أو المريض بشكل عام متى يكتشف إن عنده تصلب لويحي؟ يعني هل ممكن إن الواحد بحكم ممكن نقول جهلا منه أو إن يحسب إن هو مثل ما ذكرنا إن ممكن تكون مشابهة لأعراض أخرى، يعني إذا كان مثلا عنده نوع من هذه الأعراض ممكن يحسبها إنها مرض مشابه، فمتى يكتشف هذا المرض أو متى المريض ممكن يلاحظ على نفس الأعراض إنها بدأت تكون بشكل غير طبيعي وما هي مماثلة للأعراض اللي هو يعني يتوقعها؟ نعم. يعني للمرض الآخر. نعم. الجواب قد يكون سهل وقد يكون صعب، بمعنى بعض الأعراض لما تبدأ في البداية تشبه أشياء كتير، يعني مثلا ممكن تبدأ بتنميل، والتنميل ده قد يكون مرضي وقد يكون عادي، أو ألم، الألم قد يكون مشكلة أعصاب وقد لا يكون مشكلة أعصاب، مثلا صعوبة في المشي قد تكون مشكلة أعصاب وقد تكون أمور أخرى، مثلا آلام في الركبة مثلا. أنا اللي أنصح به بشكل عام عند ظهور عرض جديد عند أي شخص يحاول، يعني مثلا يحاول يشوف طبيب مخ أعصاب بحيث يقدر يرشده هل إحنا فعلا بنتعامل مع تصلب اللويحي ولا مرض آخر. فإيش الأعراض اللي عادة تبدأ عند المرضى؟ واحدة منها اللي هو ضعف مثلا في اليد أو الرجل، هذه واضحة عادة تكون. فإذا أي مريض أو أي شخص لا سمح الله حصل له شيء زي كده يحتاج يشوف طبيب أعصاب في أسرع وقت ممكن. ضعف في العضلة ولا ضعف في مثلا شدة القبضة، يعني إيش الضعف يكون بالضبط؟ يعني هو كلها فهي العضلة ضعيفة فتؤدي إلى تتأثر حركة اليد نفسها، القبضة مثلا يعني يمكن مثلا فتح قارورة مثلا يكون سهل في السابق والآن يصير صعب مثلا. إذا عضلات الرجل كانت ضعيفة ممكن تؤدي إلى صعوبة في صعود الدرج أو نزول الدرج، أو صعوبة مثلا في الصلاة إنه يقوم مثلا من التشهد. فضعف عضلات اليد أو عضلات الرجل تنعكس على الأغلب على المهام اللي حيقوم بها الشخص. فحصول ضعف مفاجئ يستدعي زيارة طبيب المخ والأعصاب. تنميل مثلا، تنميل ثابت لا يتغير في منطقة ما، يد أو رجل أو ظهر، هل يكون بشكل مستمر طوال اليوم؟ نعم نعم، إذا استمرت الأعراض بغير توقف ضروري جدا من زيارة طبيب المخ والأعصاب. أحيانا برضو من أوائل الأعراض اللي هي العصب البصري، بمعنى إذا الشخص فجأة لاحظ أنه نظره ليس كالسابق، كأنه بيطالع من شيء زجاجي، عارف كيف لما تطالع من نعم، اللي هو دقة البصر لا تكون دقيقة كالسابق. برضو إذا ظهرت لمدة دقائق وراحت ما في داعي للقلق بإذن الله، لكنها إذا استمرت هذه تستدعي زيارة طبيب الأعصاب. إذا لاحظ مثلا في ازدواج في الرؤية، يعني بدل ما يشوف شخص مثلا يشوف شخصين أو بدل ما يشوف شيء يشوف شيئين، هذه كمان تستدعي زيارة طبيب الأعصاب. إذا لقى أنه فجأة حصل عدم توازن أو عدم دقة في أداء مهام اليد مثلا أو عدم توازن في المشي أو سقوط، هذا كمان يستدعي زيارة طبيب المخ والأعصاب. عادة بدايات المرض تأخذ واحد من دي الأشكال، يا ضعف في العضلات، يا تنميل ثابت في مكان ما، يا مشكلة في النظر سواء كان تغير في حدة النظر أو رؤية مزدوجة أو صعوبة في التوازن والمشي. هذه أغلب الأعراض اللي تبدأ عند المرضى. نعم، لكن الأعراض هذه هي متى تبدأ أصلا؟ هل بحكم يعني مثلا هو الشخص هل هو يولد وهو خلاص فيه القابلية أن يصاب، ولا هي مع الوقت مثل ما ذكرنا بحكم العوامل الأخرى تبدأ بالتدريج تظهر؟ تبدأ عادة أكثر فئة معرضة للإصابة بالمرض إلى فئة الشباب من عمر 20 إلى 40. فعلى الأغلب بداية الأعراض تكون في المرحلة العمرية دي. فالعادة لما يبدأ العرض ساعتها نقول إنه غالبا بدأت رحلة التصلب اللويحي من بداية العرض ده. نعم، أيضا يعني من ضمن الأعراض هو ممكن
تأثر ذاكرة الذاكرة والقدرة على اتخاذ القرار وضعف وجهات السمع وصعوبة في الكلام. يعني في أعراض كثير ممكن الواحد حتى يعني الأعراض اللي ذكرتيه اللي هو ازدواجية الرؤية أو يكون في حاجز، يعني هذه العرض إذا صار ممكن الواحد يتوجه لدكتور عيون. نعم. دكتور العيون بدوره ممكن يقول لك عندك مشكلة في العصب البصري أو الخاص في جانب الإبصار اللي يسبب هذا الجانب، لأن في تشابه في الأعراض. نعم. فالواحد هو كيف يقدر يعني يحصل على التشخيص المناسب؟ هل أنا لازم أشوف أو إذا لاحظت مثل ما ذكرت العرض بشكل مستمر إن لازم مثلاً كان سواء في العيون أو في غير العين يعني لازم أروح للدكتور متخصص أكثر؟ عادة بالنسبة لي مشاكل العيون، فإحنا الحقيقة نحن يعني قسم المخ والأعصاب وقسم العيون كانوا وجهين لعملة واحدة. فعادة مرضى التصلب اللوحي سواء بدأوا عند العيون فهو حيحولهم لنا بالتأكيد. كويس. هو يعني لحد علمي أن أغلب التخصصات يكون فيها لمحة من تخصصات أخرى عشان يكون في نوع التحويل يكون في سلاسة. صحيح تماما. ونحن كمان برضو مثلا يبدأ مريض معانا على الأغلب حنحول لدكتور العيون عشان نعمل تقييم للعيون في البداية ونعمل تقييم دوري بعد ذلك. فما بدي أحد يقلق إذا بدأ بطبيب العيون أو بدأ بطبيب الأعصاب في النهاية بالضرورة حيتم التحويل للشخص الآخر بإذن الله. لكن أستاذنك وأستاذنا السادة المستمعين نطلع فاصل مستمعين الكرام، ولا تزال في ضيافتنا دكتورة منال عبد الرزاق بدوي استشارية أمراض المخ والأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة. وأيضا اللي حاب يشاركنا أو يرسل لنا سؤاله على رقم الواتساب 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-01-2. فاصل وراجعين. حياكم الله مستمعي الكرام، وعدنا مجددا في حلقتنا اليوم اللي تحمل عنوان وش هو التصلب اللويحي. أيضا لازلنا نستقبل أسئلتكم وأراكم على رقم الواتساب 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-01-2. أجدد الترحيب بضيوف حلقتنا اليوم، بداية مع دكتورة منال عبد الرزاق بدوي استشارية أمراض المخ والأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة. حياك الله دكتورة منال. الآن في قبل الفاصل تكلمنا في جانب الأعراض وأيضا أنواع التصلب اللويحي، مثل ما ذكرتي هي يعني أكثر من نوع وكل نوع تختلف في سواء الأعراض الأبرز أو أيضا تختلف طريقة العرض هذا بشكل عام. الآن في جانب الهجمات، أنت ذكرتي أن الهجمات تكون سواء يكون لها شدة أو بتكون لها تكرر على مدد زمنية متقطعة أو أنها تكون مستمرة، فأنواع الهجمات وش هي الأنواع بالضبط وكيف تكون شدتها؟ نعم. الهجمات إيش معنى هجمة؟ هجمة يعني عرض جديد، عرض جديد ظهر للمريض واستمر لفترة. فعندنا إحنا مرضى التصلب اللويحي عارفين والأطباء كمان عارفين إنه أكتر شيء لما يجينا مريض مثلا على الطوارئ أو في العيادة واشتكى من عرض جديد، السؤال هل هذه هجمة حقيقية أو هجمة كاذبة؟ كلمة كاذبة ما هي كلمة ظريفة، لكن هي تعني، لكنها كلمة جيدة تعني إنه ما في هجمة حقيقية ولله الحمد. خليني أبدأ بالهجمة الكاذبة. الهجمة الكاذبة تعني إنه ما في التهاب جديد في الدماغ، أو ما في نقطة بيضاء جديدة في الرنين المغناطيسي، أو ما في نشاط جديد للمرض. هذه في حد ذاتها كلمة ممتازة للغاية. بس ليه بيجي المريض بعرض جديد؟ أول حاجة إذا جانا المريض مثلا جاته سخونة أو التهاب في الجسم مهما كان نوعه، مثلا فيروس ولا إنفلونزا ولا التهاب في الرئة أو التهاب في البول، معرض إنه الأعراض القديمة اللي هدأت وتعافت معرضة إنها تظهر مرة أخرى. فالمريض يعتقد إنه جاته هجمة جديدة. لما بيجينا في الطوارئ أو في العيادة أو بنعمل تحاليل الدم أو تحاليل البول ونكتشف مثلا إنه في سخونة أو الكريات البيضاء مرتفعة، أو تحليل البول مبين إنه في بكتيريا، أو مثلا أشعة الصدر مبين إنه في التهاب، على الأغلب هذه ليست نشاط جديد للمرض، وهذه معلومة جدا مريحة للمريض وللطبيب. كيف حتزول الهجمة هذه الكاذبة؟ حتزول بعلاج المرض الأصلي. بمعنى مثلا إذا التهاب في البول غالبا كورس مضاد حيوي يعالج البكتيريا ويرجع المريض كما كان بإذن الله. فالهجمة الكاذبة قد تحصل وأحيانا مع الحرارة الشديدة زي ما تفضلت. يعني مثلا شخص عارف أنه لما يخرج في الشمس أو في الحرارة الشديدة قد ترجع له أعراضه لمدة عدة ساعات أثناء تعرضه للحرارة، فهذه برضه ما هي هجمة جديدة. فالهجمة الجديدة عادة تجلس وما يكون لها سبب واضح.
إذا في سبب وزالت الهجمة بمضاد حيوي مثلا أو بتعافي السخونة، هذه ليست هجمة حقيقية، وهذا معلومة جدا مريحة. الحمد لله. أيوة. لكن هل التكرار يعني بيكون شيء حتمي، ولا هي على حسب زي ما ذكرنا العوامل اللي بتأثر في هذا الشخص؟ تختلف من شخص لآخر. يعني في ناس كل ما يخرجوا في الشمس تزيد أعراضه، وفي ناس محظوظين حتى لو خرجوا في الشمس ما تحصل أي مشكلة. في ناس كل ما يسخنوا تزيد الأعراض، وفي ناس الحمد لله ما تحصل معهم. فتتفاوت الحقيقة عند الأشخاص المختلفين، وتتفاوت عن نفس الشخص نفسه. عارف يعني هو نفس الشخص تمر عليه فترات مثلا هجمات كاذبة، وتمر فترات هدوء ما تحصل أبدا ولله الحمد. طيب العامل النفسي يعني كيف بيكون دوره في رفع من حدة الأعراض أو من حدة الهجمات، أو إن يثبط منها ويقلل منها؟ بحكم النار فين العامل النفسي يعني في أغلب الحلقات يعني أنا بنذكرها كثير، أنه هو يلعب دور سواء لأن الواحد كيف يتقبل العلاج أو أن كيف يزيد من حدة الأعراض. ففي جانب التصلب الوحي هو كيف يكون عامل مساعد أو عامل زي ما نقول ضدك. نعم طبعا، زي أنا ما قلت إنه المخ والأعصاب والعيون وجهان لعملة واحدة، الآن حنغير العملة، حنستخدم عملة تانية لها وجهين، المخ والأعصاب والأمراض النفسية. ليه المخ والأعصاب والأمراض النفسية مرتبطين جدا؟ أول حاجة، جسم الإنسان هو جسم وعقل وروح ونفس، عارف يعني ما نقدر نجزئ، في ترابطي جدا. ما في جزء لوحده يشتغل لوحده بغير تأثر بالأمور الأخرى. لو أخذناها على مستوى المواد الكيميائية في الدماغ، الأمراض النفسية والأمراض العصبية هي عبارة عن خلل في المواد الكيميائية في الدماغ. المواد الكيميائية عن حقة الأمراض النفسية هي نفس المواد الكيميائية حقة الأمراض العصبية. بمعنى مرضى الأمراض العصبية سواء كان عندهم تصلب لويحي أو مثلا باركنسون اللي هو الشلل الرعاش أو حتى الصرع، معرضين أكثر من غيرهم لأمراض نفسية معينة زي الاكتئاب أو قلق لأسباب كيميائية إضافة للعوامل الحياتية التي تتأثر بالمرض. هل المرض النفسي إذا شخص عنده اكتئاب أو قلق هل ممكن تجيله أعراض شبيهة بالهجمة؟ الجواب نعم. هل القلق أو الاكتئاب ممكن يزود التنميل أو الألم أو التعب أو الإرهاق؟ الجواب نعم. فهم يعني مرتبطين جدا لأقصى درجة. فعادة لما يجينا المريض نتناول الموضوع قدر الإمكان من جميع جوانبه. إذا في جانب نفسي يحتاج مساعدة دوائية أو غير دوائية لازم نتناول الموضوع ده بجدية، والعكس صحيح أيضا. نعم. الآن في جانب الجزئية الأهم، وفي الجانب إن شاء الله يكون المشرق أكثر، في جانب التشخيص والعلاج. نعم. فكيف تكون آلية التشخيص وآلية العلاج والخيارات المتاحة للمريض بمختلف أنواع التصلب الوحي؟ نعم. أول حاجة بدي أبعث رسالة توعية وتفاؤل لجميع المرضى. الآن القدرة على تشخيص التصلب اللويحي وعلاجه أفضل بكثير مثلا من 10 سنوات سبقت أو 20 سنة سبقت. واحد من أنشط المجالات تحت المخ والأعصاب تقدما فيما يخص التشخيص والعلاج الحقيقي هو التصلب اللويحي، وهذا شيء جدا ممتاز. الخيارات الدوائية اللي موجودة الآن أكثر بكثير من الخيارات الدوائية قبل حتى 10 سنوات خلت. التشخيص أنا برضه أشبهه للمرضى اللي هو زي لعبة البازل، عارف أنت عشان تكتمل الصورة أنت تحتاج قطع متعددة. فالتشخيص لا يكفي فقط من التاريخ المرضي، فإحنا نحتاج تاريخ مرضي مفصل، يعني نجلس مع المريض امتحان، عارف متى بدأ العرض ده ومتى راح وبدأ فجأة ولا بدأ بالتدريج أو زي كده، فنسأل عشان تقدر تتأكدون أنه يعني تصلب لويحي. بالضبط. فالتاريخ المرضي أساسي، يلي بعد كده الفحص، نحتاج فحص دقيق للأعصاب، وهذا يعني في تكنيك خاص إحنا نلجأ له دكاترة الأعصاب عشان نتأكد إنه كل أعصاب الجسم فحصت. رقم 3، تحاليل الدم. التصلب اللويحي يشبه بعض الأمراض الأخرى زي الذئب الحمراء مثلا أو الروماتيزم أو مثلا مشاكل الغدة الدرقية. بالضبط أو نقص بعض الفيتامينات. فتحاليل الدم جزء أساسي أيضا، نتأكد من الفيتامينات والغدة الدرقية وعدم وجود أمراض مناعية أخرى. بعد كده عندنا الرنين المغناطيسي. الرنين المغناطيسي في مؤشرات محددة معروفة لنا جميعا إحنا الأطباء، عبارة هي عن نقط بيضاء في الدماغ لها أماكن محددة ولها أعداد محددة. فوجود النقاط البيضاء دي في الأماكن المحددة بالأعداد المحددة بالإضافة إلى نقاط بيضاء في الحبل الشوكي، هذه كلها مؤشرات تدل على وجود التصلب اللويحي. نعم. أحيانا نضطر نعمل للمريض شيء نسميه بالإنجليش لمبر بانكتشر، بالعربي اللي هو عينة من السائل حق الحبل الشوكي. اللي هي إبرة صغيرة في الظهر، ما هي مخيفة زي ما بعض الناس تعتقد، ما نلجأ لها في كل الحالات لكن نحتاجها أحيانا، فيها عوامل معينة للالتهاب تساعدنا في التشخيص. نعم. الآن في جانب العلاج يعني لا سمح الله شخص هذا الشخص بالإصابة
التصلب اللويحي بمختلف أنواع، فإيش الخيارات اللي تكون متاحة، وهل يكون العلاج بإذن الله علاج نهائي وكفيل إن الشخص يتشافى تمام الشفاء، ولا هو حيكون معك مرض مزمن لكن بالإمكان بفضل الله فمن فضل الشفاء أو بفضل خيارات العلاج أن تقل حدة الأعراض؟ نعم طبعا كل الأمراض، دعنا نقول المرضى، كل الأمراض من الله والشفاء والعافية من الله بإذن الله. نعم. فإحنا نستخدم الأدوية بالطريقة إلى توصل لها العلم حاليا. إذا بدي أقسم علاجات التصلب اللويحي فأنا أقسمها لمجموعات، واحدة منها في حال حصول هجمة إيش نعمل بالضبط، واحدة منها إيش في علاج وقائي يمنع هجمات أخرى أو يمنع تطور المرض، واحد منها ما في هجمات بس في أعراض مستمرة، هذه كمان إيش نعمل لها. إذا في هجمة وتأكدنا أنها هجمة حقيقية وليست هجمة كاذبة، فعادة المريض يحتاج كورتيزون من 3 أيام إلى 5 أيام، كورتيزون بالوريد. هذا فيما يخص الهجمة. فيما يخص إيش في شيء وقائي يمنع حصول هجمات أخرى أو يمنع زيادة المرض، الحقيقة الاختيارات الدوائية كثيرة، بعضها بالفم وبعضها إبر يحقنها المريض بنفسه، وبعضها إبر تعطى في المستشفى، بعضها تكرر كل عدة أسابيع أو عدة أشهر، فالخيارات واسعة للغاية. كيف المريض يختار؟ الحقيقة بالمشاورة مع الطبيب الخبير. يقدر يرشد الطبيب أنه بناء على أعراضه، بناء على وضعه، بناء على الأعراض الجانبية المتوقعة إيش الدواء الأمثل لوضع المريض. في أعراض مزمنة هذه كمان لها علاج، يعني في ناس تعاني من التعب الدائم أو الإجهاد الدائم أو الاكتئاب أو القلق أو صعوبات النوم أو مشاكل في التبول مثلا أو إمساك مزمن، عارف، أو آلام أو تنميل، فكل واحدة من هذه إذا طرحت للطبيب نقدر نلاقي إن شاء الله حلول دوائية أو غير دوائية. أخيرا، هل يعني نقول إن شاء الله إن الشفاء ممكن يكون في شفاء تام، ولا هو مثل ما ذكرت تقل حدة الأعراض؟ إحنا عادة نحب نكون حذرين جدا قبل إيقاف أي دواء لأي مريض، حذرين زيادة عن اللزوم، وأعتقد هذا شيء صحي وأكثر المرضى يفضلوا كذا كمان. إحنا نعرف طبعا إنه عادة سنوات الهجمات اللي هي من 20 إلى 40، عادة حتى لو كان مشخص كصغير في السن، عادة مثلا بعد 50 سنة، بعد عمر 50 سنة تهدأ الأمور إلى حد كبير، وقد نقدر نوقف الدواء إذا الأمور كانت هادئة تماما بإذن الله. أخيرا في سؤال جانب بخصوص جانب العلاج، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو دور حمض ألفا لوبيك أسيد في علاج التصلب اللويحي؟ الطب نوعين، في الطب الحديث اللي هو المبني على البراهين اللي احنا عادة خريجين كلية الطب يكون مر علينا، اللي هو مبني على أبحاث معينة درست مثلا دواء معين عند آلاف من الناس وآلاف ما أخذوا. نعم. وفي طب آخر عريق وقديم اللي هو الطب التكميلي. نحن للأسف، يعني أنا حتكلم عن نفسي، للأسف ما عندي معلومات كاملة عن الطب التكميلي، لكن هو موجود وهو طب قائم وهو طب أقدم من الطب الحديث. فجميع المكملات الغذائية ما معظمها ليس لها دراسات واضحة توصي باستخدام المكمل ده أو لا، لكن بشكل عام إذا في شيء ما في منه ضرر والمريض استشار مثلا طبيب في العلاج التكميلي مقترح عليه دواء ما ليس منه ضرر، إن شاء الله ما في مانع من التجربة، لكن ما أقدر بالضبط أفتي في الموضوع. يعني هو إن شاء الله يفضل أن يكون في مراجعة لأقرب. نعم. دكتور أعصاب، إن شاء الله يكون في إن شاء الله استشارة تفيدة بإذن الله. أخيراً. نعم. دكتورة منال، وفي وصولنا إلى نهاية تواجدك معنا في الحلقة، يعني أشكرك جزيل الشكر، لكن هل في نصيحة ودك توجهينها للمصابين في المرض؟ نعم، ما بدي أحد يخاف وما بدي أحد يقلق. والحمد لله الأمور تغيرت كثير عن السابق، كثير من مرضى التصلب اللويحي بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، لكن هذا يقتضي تشخيص مبكر وعلاج صحيح ومتابعة صحيحة، وإن شاء الله فيما عدا ذلك إن شاء الله ما يقلقوا من شيء وما يخافوا من شيء بإذن الله. بإذن الله. أخيرا أشكرك لتواجدك معنا في حلقة اليوم، كانت ضيافتنا مستمعين الكرام دكتورة منال عبد الرزاق بدوي، استشارية أمراض المخ والأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة. نطلع فاصل مستمعين الكرام، وبعد الفاصل حتكون ضيافتنا رنيم يوسف مشخصة بمرض
التصلب اللويحي ومدونة على مواقع التواصل الاجتماعي. فإن شاء الله حناخذ بعد ما طرقنا إلى الجانب الطبي مع المختصة الدكتورة منال، حنتكلم إن شاء الله مع رنين يوسف المشخصة بهذا المرض لتحكي لنا جانب آخر، وهو جانب يعني الجانب الحياتي والجانب اللي مرت فيه بشكل خاص، وإن شاء الله نستفيد أكثر وأكثر. أيضا اللي حاب يتواصل معنا ويرسل لنا على الواتساب على رقم البرنامج 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-01-2. فاصل وراجعين. حياكم الله مستمعين الكرام، وعدنا مجددا في حلقتنا لليوم اللي تحمل عنوان وش هو التصلب اللويحي. أيضا نستقبل أسئلتكم وأراكم على رقم الواتساب 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-01-2. أشكر مجددا ضيفتنا الدكتورة منال عبد الرزاق بدوي، استشارية أمراض المخ والأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة، في توضيح الجانب الأساسي ووضع زي ما نقول النقاط على الحروف في هذا المرض، وتوضيح من مختلف الجوانب بداية مع الأسباب والعوامل والأعراض، ووصلنا أيضا إلى جانب التشخيص. الآن في ضيفتنا رنيم يوسف، مشخصة بمرض التصلب اللويحي ومدونة على مواقع التواصل الاجتماعي. حياك الله رنيم. حياك الله عبد الله. طبعا الآن يعني بعد ما انتقلنا في جانب الطبي، الآن زي ما نقول في جانب تجربة شخصية، في جانب يعني أكيد الدكتور هو داري في الموضوع، لكن احنا ما بنقلل من قيمة الدكتور طبعا، لكن يعني الشخص المصاب يكون له وجهة نظر او له تجربة اخرى بحكم انه الشخص اللي خاض المرض. فبداية رنيم، يعني مع التجربة هذه او المرحلة اللي انت تعيشينها، فكيف كانت التشخيص، يعني في جانب التشخيص كيف يكون ما بين الحقيقة والخرافة؟ تمام، زي ما تفضل الدكتورة منال انه تشخيص التصلب اللويحي بيعتمد على مراحل متعددة، فاختيار الطبيب المناسب جدا مهم، لأنه هو العلاج التابع لهذا الشيء ما هو علاج بسيط، هذا علاج بيأثر على المناعة، بيأثر على الدماغ، فكون إن أنا راح أتخذ خطوة العلاج هذه أنا لازم أتأكد من التشخيص تماما، وما راح أعطي علاجي لهذا المرض اللي أنا متأكد إنه هو عنده تصلب لويحي. فاختيار الطبيب المناسب جدا مهم. وثاني حاجة، الارتياح النفسي للطبيب جدا مهم. إذا أنا مرتاح مع دكتوري ما ينفع إن أنا أغير بناء على كلام المرضى الآخرين أو دكتور هذا بيصرف له العلاج معين، لا أنا أبغى زي هذا. لا، أنت من يوم ما بتبدأ خطة علاجية مع طبيبك أنت بتوقع كونتراكت، لأنه على مدى طويل مراجعات، لازم يكون في راحة نفسية، فاختيار الطبيب جدا 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 مهم. نعم، يعني مثل ما ذكرت إن عشان الاستمرارية، وغير كذا إن عشان المريض يرتاح أكثر وأكثر ويكون في ترابط ما بين المريض والدكتور المعالج. بالضبط. لكن الآن في جانب يعني العامل النفسي احنا تكلمنا فيه كثير، لكن أنا بأخذه من منظورك. أيوة. يعني كيف كان أو كيف تكون أهمية العامل النفسي سواء من داخل الشخص المصاب أو من البيئة المحيطة فيه، يعني دعمهم وتدعيمهم للشخص اللي مصاب معهم، بحكم يعني تختلف الشخص، يعني في أشخاص يكون مثلا صغار سن مثل ما ذكرنا من 20 إلى 40، فتختلف يعني الشخص يختلف رغبة أو حاجة للإحتواء من الأهل. صح، مزبوط كلامك 100%. الأطباء يشوفوا أنه علم الأعصاب ومخ الأعصاب هو وجه آخر لعملة الجانب النفسي. إحنا كمرضى أقول لك 100% نفسية عندنا. أمسك أي مريض تصلب وقول له إذا أنت نفسيتك تمام حتلاقي حالتك مستقرة. فالدعم والمحبة من الأهل والأصحاب هذا شيء جدا مهم. استقرارنا النفسي بيسيطر بشكل كبير على استقرارنا الجسدي. دائما بيقول على أقول لأخواننا المصريين، أدي الله ودي حكمته، الشيء صار، المرض وقع، أنا تشخصت، أنا كيف حتصرف مع مرضي؟ يا هل ترى حقول أنا خلاص أنا انهارت أنا تعبت، ولا حأتقبل الموضوع؟ الحياة كلها ضغوطات عبد الله. ما حنقول لك ابتعد عن الضغوطات، هذا كلام وتنظير بسيط، لكن تعايش معاه، ما راح تقدر تبعد، تعايش مع هذه الضغوطات كجزء من الحياة وجزء من أنه أنت شخص عادي ممارس حياتك طبيعي. طب الضغط من أمور الحياة الطبيعية، خلاص نمارسها ونعيش. فكون أنه أهلنا أصحابنا يدعمونا، مشكلة أنه مريض التصلب يظهر كشخص طبيعي وبيضحك وبيمزح، يقول لك أنت ما بك حاجة، فتلاقيه يعني يستثار لو واحد يقول له ما بك شيء، احنا شايفينك بس انت ما تعرف انا معاناتي داخليه، ثقل المشي، ثقل الحركه، احيانا تراجع القدرات العقليه.
هذا شيء جدا متعب، بس انا ما راح يعني يبدو علي واقول لك انا ايش حاسه من جوا. فدائما جملتنا جرب احساسي، ولن تستطيع ان تجرب احساسي الى ان تصاب بمرضي. نعم. فالله يبعد يعني يبعد عن الناس كل شر، فهذا صعب التبرير عنه. لكن يعني هو جات الفتره اللي شخصتي بهذا المرض. أيوه. فكيف كان كيف كان تقبلك في البدايه، وكيف يعني تعاملتي مع هذا المرض في بداياته بحكم صح. ان يعني من الامراض النادره والامراض اللي ممكن الواحد يكون جديد عليه. ايوه لا صعب جدا، عشان كده احنا دائما بنقول ايش اختيار الطبيب المناسب. في طبيب ما راح يعطيك كل حاجه عن المرض، واحنا نعشق جوجل ندخل ونبحث ونحس انه ايش هذا اللي صار لي. فلازم الطبيب يحيطني علما انا ايش صاير معايا، ايش اتوقع، ايش خطه العلاجيه. انا كنت منهاره لاني ما قد سمعت عن التصلب ولا اعرف انه هو في الاعصاب او في الدماغ. ومن بعدها اخذت على نفسي عهد ان انا اقوم بالتوعيه واني انا انشر الوعي عشان اللي يكون مكاني ما ينصدم، فاقول للناس انه ان شاء الله انه احنا بخير. فالبداية كانت صدمة، ولكن يا رب لك الحمد مع دعم أهلي مع دعم أصحابي أنا الحمد لله بخير وسلام الحمد لله. لكن كيف يكون دور احنا ذكرنا أن دور الأسرة والعوامل المحيطة بالشخص المصاب مهمة جدا، لكن من شخص مصاب من نفسه كيف يقدر يعني يرفع من عامل السعادة ويحسن من نفسيته ويتقبل هذا المرض أكثر، بحكم أنت ذكرت الآن الدكتور ممكن يكون هو المطمئن الأول. أيوة. وإذا ارتحتي مع الدكتور صح. وارتاحت نفسيتك حيكون في تقبل للجسم من ناحية العلاج. أيوة. وإن يكون تخف الأعراض بشكل ملحوظ. تمام. أهل المريض لازم استوعبوا أنه الآن هو في مرحلة هو لا يسعى لنيل الشفقة ولكن يطلب التفهم، فما يكون في ضغط من العائلة على الشخص. ما عاد فيه أنه أنت إيش بك، أنت ما كنت كده، طب أنا في أشياء بتتغير في جسدي وفي نفسيتي. يكون في عندهم احتواء أكثر أنه في تقلبات نفسية بتصير، فهذا إيش بو قلب، هذا إيش بو منعزل. فإحنا في عندنا المرحلة الأولى الانتقالية ما بين اكتشاف المرض وتقبله، هذه إعصار من الأفكار والنفسية. لا تنسى الأدوية وتأثيرها إيش بتسوي للإنسان. هذا إنسان حتى في نطاق العمل مع مثبطات المناعة بيصير عرضة للمرض أكثر، فأنت كل شوية تمرض، طب أنا باخذ مثبط مناعة، مناعتي ما هي زي الشخص العادي. فأنت كيف، أنت لازم تكون إنسان على قولهم تستمع للشيء وتترك ما لا يعني يفيدك، وخليك إنسان راسي. حاول أن أنت تتشبث بالحاجات اللي تريح الأعصاب. بنروح سبا وبنعمل مساج، بنسافر، بنقعد نسمع قرآن، بنهدأ مع نفسنا. السكون والهدوء مع النفس مهم جدا، لأنه ما نتوقع أن الكل يوفر لنا هو. أكيد طبعا. فلازم الشيء ينبع من دواخلنا حتى الآخرين يكونوا قادرين أنهم يعطونا هو. يعني الآن من كلامك رنيم أن الواحد لازم يحط نفسه في بيئة وزي ما نقول روتين من التفاعل. بداية من يوم ما تقوم إلين ما تنام، من يوم ما تأخذ الدواء، من يوم ما تجيك الأعراض، من يوم ما تجيك الهجمات. فلازم يكون زي ما نقول محاط من جميع النواحي على مدار اليوم. طبعا. يعني قل يعني إحنا إيش نقول، ما أصابنا إلا ما كتب الله لنا. فأنا كيف أحيط نفسي ببيئة إيجابية حتى وإن لم تكن حواليني بيئة إيجابية. أنا أستوعب إنه الشيء الموجود على المحك هو شيء جدا غالي. الآن التعب يؤثر دايركتلي على دماغي. الدماغ هو الكمبيوتر الأساسي اللي بيتحكم في كل جسمي. فيعني التصلب بالذات لأنه المركز الأساسي في الدماغ، معدة بتتأثر، جهاز بولي بيتأثر، نفسية بتتأثر. فأنا كيف أخلق لنفسي بيئة هادئة خلاقة، أعرف أني أنا بساعد طبيبي في أني أنا أساعد جسدي. ويقول لك العقل الجسم السليم في الجسم السليم. هو فعلا إحنا الآن دماغك يجب أن يكون سليم لأنه جسدك سليم ونفسيتك سليمة. لكن كم الفترة اللي قدرت من يوم ما شخصتي إلى قدرتي تتأقلمي مع المرض، كم كانت الفترة؟ سنة كاملة. ممكن سنة كاملة صعبة. أول 3 أشهر فيها 4 أشهر، وأرجع أقول لك أنا أعتبر شوية من الطفرات كنت في مرض التصلب المشخصين، لأنه يجيهم هلع. بس أنا كنت أقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أمر الله وقع. فأنا كيف حأتصرف، لأنه أنا جاني بعد انتكاسة نفسية اكتشفت أنه أنا عند المرض. فكيف أنا يعني أروح أحضر مع الناس، أشوف الناس اللي زيي، بشوف حالات أسوأ مني. مو أنهار، بالعكس أقول الحمد لله أنا حالي أحسن، أنا اكتشفت بدري. فدائما أبعث لنفسي رسائل إيجابية وأحيط نفسي إنه إن شاء الله أنا بخير، وحتى لو لا سمح الله صار شيء هو قابل للتدارك. مو أنهار إنه إيش حيصير فيا، أو بالعكس قابل للتدارك، لأنه أنا بعطي لنفسي إشارات بالتالي جسمي يجاوب معايا.
نعم. أخيرا رنيم، أنا ودي صراحة لو توجهين رسالة إلى كل شخص مصاب أو شخص حديثا بهذا المرض، أو لكل أسرة عندهم شخص مشخص بهذا المرض، أنهم كيف يحتوون بداية من الفرد إلى الأسرة. طيب، بالنسبة للفرد وكل شخص مصاب بالتصلب، عبد الله دائما أقول استمع لجسدك وأكرم جسدك. إكرام الجسد في مريض التصلب بيكون كيف؟ إنه إحنا نسمع، أنا تعبان تعبان أقعد، ما أضغط على نفسي عشان أحد أو عشان عائلة أو عشان أي شيء إن كان أو حتى عمل، لأنه في النهاية أنا اللي بتأثر. فإكرام الجسد بيكون بإني أنا أعامله بشكل طيب، أكل كويس، أنام كويس، حتى وأنا عندي مشاكل بس أحاول أريح نفسي. من يوم ما جيني إشارة بسيطة إنه أنا جسمي بدأ يتعب وينهار، أريح هذا الجسد عشان يخدمني، لأننا مؤتمنين على هذا الجسد إلى أن نعود إلى رب العباد. بالنسبة للأهل، أحتضنوا أولادكم ومصابيكم، ويعني إن شاء الله إنه هم بخير، ولكن ما نحتاج منكم إلا الدعم والمحبة، وإنه نحس إنه في هنالك سند وظهر معانا. أخيرا حقيقة يعني أنا ما ودي أنهي الحلقة يعني تفاؤل من يوم ما بدينا مع الدكتورة ومعك رنيم، يعني بشكل عام وبمختلف الأمراض، يعني التفاؤل من أهم الأسباب والمسببات بعد الله سبحانه وتعالى في إن الواحد يقدر يتأقلم طبعاً، وإن شاء الله يوصل لمرحلة الشافي طبعاً. فشكرا لك رنيم، وشكرا لتواجدك معنا ولشرحك هذه الوضع. الشرف لنا. كان في ضيافتنا مستمعين الكرام رنيم يوسف، مشخصة بمرض التصلب اللويحي ومدونة على مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم. أشكر جميع الضيوف اللي كانوا معنا، وأشكركم أيضا مستمعين الكرام إلى وصولكم لنهاية الحلقة. أيضا أشكر زميلي من الإخراج عبد العزيز السحيم. كنت معكم أنا عبد الله العامري، وإلى لقاء متجدد على نفس الموعد والتوقيت. مع السلامة.